عيون جل مغمرات يا حي مركب أذن على بركة الله وتوفيقه وحول الكريم. أيها المتابعون متواصلين بإطلاق أشواتنا من هذا الميدان ميدان السمحة لسباقات الهجرة العربية الأصيلة، متواصلين بهذه الجائزة الذي قدمت من اتحاد سباقات الهجرة. نتمنى التوفيق للجميع. الشوط الثالث الذي أعلنت انطلاقته بعون من الله وتوفيقه يحمل بيطيات عنوان الجعدان المحليات الأصيل لسن لقاية. أعود بالتهاني والناموس، تابعنا منذ قليل روى الذي قدمت عرض تشكر عليه ويشكر عليه مالك مبارك بن سالم بن راشد السعدي الذي رافقنا أبو سالم بإنجازه المعتاد. ننطلق بشوطنا الأول الجعدان المحليات الأصيل. دعوني أرحب بالصدارة وأسير مع الطاغي على ما قدمت الشوط. نفس الشعار هناك روى الذي تابعته قبل قليل يرفقه مبارك بن سالم بن راشد السعدي يتقدم مع الطاغي إلى البداية، بينما نعود مباشرة إلى حامل رقم واحد الذي قادم هنا ممتاز الذي واصل يرافقه علي بن عبد الله بن سعيد بن سالم الشحي يتقدم على المستوى الثاني والمركز الثالث. جولة جميلة مستمرة الاسماء الذي واصل بكل الانتصار، نتمنى بها التوفيق للجميع. هناك الكل واصل، الكل له رغبة الانجاز، بدينا بالاقتراب الى المستوى الثالث. إذن ناخذ جولة جميلة للأسماء الذي وصلها الذي تشاركنا بالنداء حتى هذه اللحظات. وصلنا لشعار بن كسلة الذي يتقدم عن طريق السميح الذي وصل يتابع عبد الله، أو هناك عتيج بن عبد الله بن كسلة الرميثي والمركز الرابع يحمل رقم 6. هناك كيف الذي وصل يرافقه، إذن من يتابع بالتعرف حتى هذه اللحظات. هناك الشاب بن محمد بن علي بن محمد الوهيبي يتقدم محمد إلى المستوى الرابع والمركز الخامس. من يحمل الرقم 7 مشكور يرافق خلفان بن سعيد بن خلفان المقيمي، بينما نكتفي. أو هناك نسير إلى المستوى السادس يحمل الرقم 5 بالمتابعة مهدي الذي قادم محمد بن علي بن مبارك المنصوري. يتواصل أبو علي نحو هذه الإبداعات الجميلة. أكملنا نداء، إذن أن أكملنا النداء، ولكن لنا عودة إلى بداية الشوط، لنا عودة إلى شعار هناك الساعدي الذي بدأ يقود الشوط، بدأ يسير بالنقطة الثانية على التوالي، حيث أن نتقدم بالشكر والتقدير لمصورنا الذي يتجول عبر ذي الأسماء، الذي يتجول عبر ذي الشعارات، الذي يأتينا بصورة متميزة، يأتينا بإنجازات جميلة للغاية. شكرا لكل المشاركين. دعوني ارحب بالصداره، اسير الى المقدمه، اتابع هناك الطاغي الذي كان بانفراده مبكرا، ما شاء الله مسيطر سيطره تامه، اشوف من على بعد. مشكور يا محمد الخضر ياخذنا هذه الصوره الجميله حتى هذه اللحظات، ومن ثم بنتراجع الى بناخذ بقيه الاسماء، بنشوف الشعارات الذي واصله. الكل واصل، الكل يبى نموت. وين وصلنا؟ وين اقتربنا من المستوى الثاني؟ والله شوف الفرق الشاسع، شوف الامور بدت بانطلاقها. وصل السميح الذي قادم يرافقه عتيج بن عبد الله بن كسل الرميذي على المستوى الثاني والمركز الثالث. راغب ان هناك وصل ممتاز علي بن عبد الله بن سعيد بن سالم الشحي والمركز الرابع. الغدو ما شاء الله والتحرك. من يرافق هناك كيف الذي قادم
القادم. إذا هناك الشاب بن محمد بن علي الوهيبي، إذا بنكتفي بهذا القدر، بنكتفي بهذا الموال. قدمنا يا أحمد وشوف البجاية، خلنا بنطمش بنشوف البجاية. وين الطاغي يا جماعة؟ وين الطاغي؟ يبدو لي وصل هناك لافتة 1500 متر عندما رديت بغيت هناك عد بغيت الاسماء. الله يا الطاغي، مشكور يا ابو سالم، مشكور على هذا الاداء المتميز. النقطة الثانية تحسب عن طريق هذا الشعار، روح من لافتة 1500 متر، روح قدمنا، خلنا بنشوف البداية، بنسير مع الطاغي، بنشوف الجماهير والمحبين. والله هناك اشوف الطاغي بدا بالاغتراب، بدا بالعد التنازلي. إذا عودة مشاهدينا متابعي الكرام، عودة بالاغتراب، وصلنا إلى الطاغي، وصلنا إلى انطلاق الطاغي. سلالة غنية عن التعريف يضيف النقطة الثانية على التوالي، يرافق مبارك بن سالم بن راشد الساعدي. أروح من الكيلو، أروح من الكيلو، بدينا بالاتجاه السلام للعاصمة أبو ظبي للمرة الثانية على التوالي، للمرة الثانية على التوالي. ولكن والله أشوف الأسماء الذي واصله، أرافق للمستوى الثاني، شوف للمستوى الثاني على ما يبدو لي السميح الذي قادم، أشوفه من على بعد المتابعة يرافق ويتابعه. عتج بن عبد الله بن كزلة الرميذي للمستوى الثاني وبقية الأسماء أشوف من على بعد. ولكن روح يا الساعدي، روح يا الساعدي، الجماعة واصلين، الكل واصل، الكل يبان ناموس بأول أشواطنا الرئيسية، بأول أشواطنا الممتازة. إذا نعود إلى الصدارة، عودة حميدة إلى البداية، راغب 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 وأشوف الصدارة. أروح يا سعد، أروح الانطلاق، والله الرميذي واصل، بن كسلة خطير للغاية، راغب لي المستوى الثاني، راغب لي إشعار أبو عبد الله. ولكن الطاغي، الطاغي الطاغي الطاغي، سلالة المختبر، سلالة غنية عن التعريف، سلام أبو سالم سلام، المرة الثانية على توالي. العاصمة الحبيبة هم حاضرين للمتابعة، حاضرين للإنجاز. إذا تهانينا للمرة الثانية، سلام للعاصمة السلام، التهاني والناموس لمبارك بن سالم بن راشد الساعدي، مشكور أبو سالم. النقطة الثانية، النقطة الثانية حاضرة لهذا الشعار، تهانينا. لحظات الوصول، انطلق الطاغي راس وانتهى راس، مشكور يا مبارك بن سالم الساعدي على هذا الأداء المتميز. المكذاني وصل في سميح، قدم عرض يشكر عليه، يرافقه ويتابعه عتيج بن عبد الله بن كسلة الرميثي. والمركز الثالث، إذن مركزنا الثالث أيها الحبيب الكريم، ناخذ مركزنا الثالث، بنتابعه من خلال الشاشة. المركز الثالث يحمل الرقم 6 التهاني وناموس للشاب بن محمد بن علي الوهيبي. والمركز الرابع يصل فيه بالمتابعة على ما اعتقد هناك ممتاز، ولا اذا يحمل الرقم 7 التهنئة لمالك مشكور خلفاء بن سعيد المقيمي. والمركز الخامس، اذا مركزنا الخامس يحمل الرقم 5 التهاني لمحمد بن علي بن مبارك المنصوري. بقية الاسماء اترك المجال لخط النهاية، التوقيت هو 7 دقائق 40 ثانية. تهانينا وناموس للجميع.